بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. طبعاً إحنا من أول العام لتو أو للبارحة كنا نقرأ فقط في النحو. اليوم إن شاء الله سيكون أول درس، والأسبوع القادم إن شاء الله أو يوم الأربعاء القادم سيكون درس ثاني في الصرف فقط، وسيكون من باب التعريف بالمادة تكملها في العام القادم. واضح؟ نعم؟ داخل في الامتحان. هو شو صعيب؟ مش نعطيه مدخل بسيط. لكن أنا العام القادم لما أذكر فعندك فكرة حتى ولو مبدئية عن الصرف. فكرة مبدئية، وأنا متأكدة الكل أخذوها في يعني في المدارس. في مدارس التركيز على الصرف أكثر من النحو. لكن ما يقول لكمش هذا والله نحو هذا صرف، ويعطوه في قالب بعضه. واضح؟ والصرف طبعا هو القسم الثاني من علم اللغة، اللغة التي هي تدرس أو ندرس فيها قواعد النحو والصرف. والنحو طبعا عرفنا في أول العام، قلنا العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات. في أول الأجرمية عرفناها بهذا الكلام، العلم بالقواعد التي يعرف بها آخر الكلمات. الآن صرنا نعرف ما معنى آخر الكلمات، يعني الحركات والسكنات ونيابة الواو ونيابة الألف ونيابة الياء. هذه صرنا يعني صار عندنا فكرة لا بأس فيها في النحو. فهذا هو تعريف النحو عرفناه في أول العام. طبعاً القواعد النحو قلنا في حال تركيبها، ما أستطيع أن أتكلم عن كلمة وحدها في النحو، وإنما في جملة تكون مركبة في جملة ويتغير آخرها بتغير العوامل السابقة لها، فنجدها كل مرة تأتي بحال، كما لو قلت جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، فأجد محمدا. هذه الكلمة قد رفعت ونصبت وجرت. فهذا نقول تغيير آخر الكلمات حسب موقعها أو تركيبها في الجملة. أما بالنسبة للصرف سيكون، أظن التعريف غير موجود في الكتاب، أكتب فقط تعريف الصرف. تعريف الصرف في المطبوعات التي أنا وضعتها لم أكتب فيها تعريف الصرف، أو لم أعطيكم بتعريف الصرف. هو مجموعة من القواعد، مجموعة من القواعد التي تعرف بها الكلمة من حيث وزنها وحركاتها وسكناتها وحروفها الأصلية والزائدة. أعيد يا دلمدة من أولها. نقول مجموعة من القواعد تعرف بها الكلمة من حيث وزنها وحركاتها وسكناتها وحروفها الأصلية والزائدة. حروف أصلية وزائدة. لاحظنا بالنسبة لعلم النحو في مركب في جملة. الآن سأتكلم أنا بعلم الصرف عن كل كلمة وحدها، عن كل كلمة بعيدة عن تركيبها في جملة، وأتكلم عن حركاتها وسكناتها، حروفها أصلية غير أصلية زائدة. أكمل التعريف وما طرأ عليها من إعلال أو إبدال وما إلى ذلك. ما طرأ عليها من إعلال أو إبدال وما إلى ذلك. وعلم الصرف يقتصر طبعا على الأفعال المتصرفة والأسماء المعربة. يقتصر علم الصرف على المقدمة ليست موجودة في الأوراق، يقتصر على الأفعال المتصرفة والأسماء المعربة. وأيضا علم الصرف
يتناول الكلمة مفردة لا مركبة في جملة. مفردة لا مركبة في جملة. وثالث شيء في علم الصرف أن الأفعال والأسماء تكون مجردة ومزيدة. الأفعال والأسماء تكون مجردة ومزيدة. الآن بالنسبة للأوراق التي بين أيديكم، نبدأ من المجرد والمزيد. المجرد والمزيد، طبعا كل شيء مكتوب على في الأوراق، ما في داعي أن أكتب على السبورة ومن بعد يعني نضيع الوقت في الكتابة. أنبه على الأشياء الموجودة أمامي على الأوراق فقط. فالفعل المجرد إن عرفناه قلنا هو ما كانت جميع حروفه أصلية، هذا مجرد، درسناه في المدارس مجرد والمزيد. فقلنا المجرد ما كانت جميع حروفه أصلية ولا أستطيع أن أسقط ولا حرف منها، إن سقط حرف ضاع المعنى. فنقول ضرب، هذه ضرب هي بالأصل ثلاثة حروف وهي هنا مجردة، إن حذفت أي حرف من الحروف يضيع المعنى، فهذه الكلمة هنا مجردة. وجد نفس الشيء، إن حذفت الدال مثلا أقول وجد وجه، إذا هذا الحرف من أصل الكلمة، هذا الحرف من أصل الكلمة. كتب كتب أيضا الباء من أصل الكلمة، فهذا ما نقول عنه مجرد، الفعل المجرد. المزيد هو ما زيد على حروفه الأصلية حرف أو أكثر. الآن المجرد نفسه أنا سأزيده بعض الحروف. إذن اتفقنا الآن، علم الصرف يدرس الكلمة، يدرس كلمة هل هي مجردة أم مزيدة، وهل الزيادة فيها حرف حرفان ثلاثة أحرف، وهل هي ثلاثي رباعي، ونكمل على هذا المنوال. طبعا لم ندرس كل شيء في الأوزان، المهم لأن الأوزان كثيرة ولا وقت لها كلها، يعني بحاجة للمتخصصين. والمزيد قلنا كأن أقول أضرب، أضرب أصله المجرد ضرب، إذن زيدت هنا بحرف، زيدت بحرف. وأيضا تقاتل أصلها قتل، زيدت بحرفين. واستغفر، استغفر من غفر، طبعا الأصل المجرد دائما أخذه من الماضي، من الماضي. فأقول يزاد الفعل الثلاثي كما رأينا في كلمة أضرب وقتل واستغفر أو تقاتل واستغفر، نجدها أنها كلها قد زيدت إما بحرف أو بحرفين أو ثلاثة حروف. واضح الكلام إلى هنا؟ الآن نقول لدينا الفعل الرباعي فيزاد، هذا الكلام بالنسبة للثلاث، الثلاثي إذا أزيده حرف أو حرفان أو ثلاثة، ورباعي أزيده إما حرف واحد أو حرفين، قال ولا يزاد بثلاثة، لا يزاد بثلاثة. الرباعي كأن أقول تدحرج، يا بالأصل دحرج في الماضي، دحرج أصلها المجرد رباعي، دال حاء راء جيم أربع حروف. لما قلت تدحرج زيدت بحرف، زيدت بحرف، إذن الرباعي أزيده حرف أو حرفين ولا يزاد بثلاثة أحرف. ومثال على المزيد بحرفين من الرباعي اقشعر، اقشعر هي في الأصل قشعر، قاف شين عين راء أربع حروف، زيدت بحرفين الهمزة والراء، زيدت بحرفين الهمزة والراء. وهذه الزيادات كلها مجموعة في
كلمة واحدة سألتمونيها، سألتمونيها، يعني نستطيع أن نزيد السين أو الهمزة أو اللام أو التاء أو الميم أو الواو أو الياء أو الهاء أو الألف. والطريقة لنعرف، الطريقة لنعرف هذا الفعل إن كان مزيدا أو مجردا في المضارع أو الأمر، يمكننا ذلك يرجع إلى الماضي. يعني أنا لسني دائما لما أريد أن أعرف أصل الفعل هل هو مجرد أو مزيد، نرجع للماضي. فمعنى كلمة يكتب، أنا لما أنظر إلى كلمة يكتب مباشرة أقول مزيد بالياء، أقول هذا مضارع، رديه إلى الماضي حتى تجد يعني ترى هل هو مزيد أم لا. أقول يكتب كتب، هو غير مزيد، هذه ياء ياء المضارعة، هذه ليست زيادة. يعني أستاذنا نحكم على الفعل مزيد أو مجرد إلا إذا كان في الماضي. في الماضي، نعم، بإرجاعه إلى الماضي. فهو ثلاثي قال. وأما يستغفر من ماضيها استغفر، وأصلها المجرد غفر، إذا هي مزيدة بكم حرف؟ استغفر غفر ثلاثة أحرف، معناها مزيدة بثلاثة أحرف. قال وليست الياء والسين والتاء، وإنما هي الهمزة والسين والتاء، لأن ماضيه استغفر، لا أنظر إلى يستغفر مضارع، لا أقول الياء والسين والتاء، إنما أقول استغفر، فالهمزة هي الزائدة والسين والتاء. واضح الكلام؟ يعني أنا يلزمني دائما أتذكر إن أردت أن أعرف الأصل وأعرف الحروف المزيدة أرجعها إلى الماضي، أرجعها إلى ماضيها. والزيادات هذه كيف تكون؟ طبعا قلنا حرف من سألتمونيها، وتكون إما بالتضعيف أو بزيادة حرف من سألتمونيها. تضعيف يعني التشديد، التضعيف أي التشديد، نحو قتل قتل قتل، أنا شددت حرف التاء قتل، فهنا زيد بالتضعيف، ذبح ذبح، ضرب ضرب، فهنا الزيادة بالتضعيف، الزيادة بالتضعيف أو التشديد، ونستعمل كلمة التضعيف بدل التشديد. أما بكلامنا العام لما نكتب بالإملاء نقول حرف مشدد، حرف مشدد عليه شدة. أيضا زيادة بحرف الحروف سألتمونيها النوع الثاني، فهو أن نقول ضرب هذه تزاد بحرف واحد فتصبح أضرب، أضرب زيدت الألف، ضارب أيضا زيدت الألف وتزاد بحرفين فتصبح تضارب، تضارب هذه التاء والألف لأنها بصيغة الماضي، وما يعني يخطر ببالي أن التاء هذه تاء المضارعة لأن هذه من أصل الكلمة تضارب، لو أريد أن آتي منها بالمضارع أقول يتضارب، صح؟ لأن أنا في درس من الدروس قلت علامة الفعل المضارع دخول حرف من حروف أنيت، الألف والنون والياء والتاء، لكن هذه قلنا لا تأتي أو لا تصح دائما. ووضع بعض الأمثلة، قال طلق تزاد بحرف واحد فتصبح أطلق، وتزاد بحرفين فتصبح انطلق، نصر تزاد بحرف واحد فتصبح ناصر. إذا هذا الآن معرفة المجرد والمزيد فقط، لأنني سأمر فيما بعد على الميزان، سأضع هذه الكلمات في ميزان حتى أعرف وزنها. الميزان الصرفي، الميزان الصرفي، تعالوا مش تشتروا خبر، كلمة ووزنها في الكفة الأخرى. طبعا اعتمد العرب أن يوزن الفعل الثلاثي بفعل، فعل فعل، كتب فعل، لاحظ ميزان حرف مقابل حرف، فك
عتل باب معناها ميزان صحيح؟ فاعتمده العرب للفعل الثلاثي بما أنه أكثر الكلمات في العربية أصلها ثلاثي. ونسمي فاء فاء الفعل، والعين عين الفعل، واللام لام الفعل. هذه أنا أعرفها من الابتدائي، علمونا إياها من صف ثاني أو ثالث ابتدائي يعني بإذن الله. قال وللفعل الماضي المجرد ومضارعه ست أوزان يجمعها هذا البيت. الآن البيت موجود أمامنا، وهي أنا طبعا سأقرأ البيت، نكتب تحت كل حركة من حركات كلمة حتى يبقى في الأذهان. قال فتح ضم، فتح كسر، فتحتان، كسر فتح، كسرتان، ضمتان. معنى هذا الكلام أنه اعتماد في هذه الحركات على عين الفعل. فعل كتب، فعل كتب. اضبطوا الكلمة، اكتبوا الكلمة واشكلوها حتى تفهموا ما معنى الكلام. اضبطوا فقط عين الفعل كتب، معناها سنضبط فقط التاء. كتب يكتب، يكتب اكتبها تحت ضم، فتح كتب ضم تحتها يكتب. فلاحظي كتب في الماضي مفتوح العين، في المضارع مضموم العين، فأقول هنا كتب يكتب فتح ضم، فتح ضم. طبعا هذه لهجات العرب، كيف كان يكتب كتب يكتب، هذه لغة من لغات العرب. فتح ضم. والقسم الثاني من البيت أو الشطر الأول فتح كسر، فتح كقولنا ضرب. واضبطوا فقط عين الفعل الراء ضرب، إحسان فاهمني؟ ضرب لا ضرب مبني المجهول، أعطيني المضارع منها ضرب يضرب، يضرب معناها ضرب الراء مفتوحة، يضرب الراء مكسورة معناها فتح كسر، فتح كسر. فقط اعتماد هنا على عين الفعل، على عين الفعل. الآن فتحتان، وفتحتان هذه استعملوا عليها كلمة فتح يفتح، حتى البيت يحفظ معه أمثلة ونفهم معنى الكلام. أقول فتح يفتح، ومن يقول يفتح أو يفتح خطأ، يفتح معناها فتحتان قصد بها فتح يفتح، فتح يفتح، فتح الباب يفتح الباب، صح؟ نعم. الآن الشطر الثاني كسر فتح، كسر فتح في الماضي علم، علم. الآن لا تمشوا للدار كل كلمة تصير تشوفوها مفتوحة مضمومة مكسورة. الآن لاحظوا الاعتماد ليس على آخر الكلمة، الآخر الكلمة في النحو، آخر الكلمة في النحو. الآن على عين الفعل نقول علم يعلم، يعلم خطأ، يعلم خطأ، يعلم بالفتح معناها كسر فتح، كسر فتح. علم يعلم. الآن كسرتان حسب يحسب، حسب يحسب. ضمتان كرم يكرم، يكرم. واضح ما معنى البيت الآن؟ فلما قال وللفعل الماضي المجرد ومضارعه ستة أوزان يجمعها هذا البيت، يعني أنا الآن لدي فتح ضم، كتب يكتب، فتح كسر، ضرب يضرب، فتحتان، فتح يفتح، كسر فتح، علم يعلم، كسرتان حسب يحسب، وضمتان كرم يكرم.
هذا الكلام كله تجدوه بالتفصيل، لكن هكذا أسهل. حركات وتحت هالكلمات نفهم مباشرة أن الاعتماد هنا على عين الفعل في الحركة، على عين الفعل. إذا من هذه الصفحة نستنتج أن العرب قد وزنت الثلاثي على وزن فعل، فعل، فاء الفعل وعين الفعل ولام الفعل في الماضي وفي المضارع. لما أقول كتب أضع الوزن، فعل، يكتب يفعل، يفعل على حسب ما أمامي. زدت حرف المضارع أزيده في وزن الفعل، فعل يفعل، ضرب فعل، يضرب يفعل. نعم مش نعرف انا هو اللي دونتان علمت يعلم جولي، معناتها هو فما معناها اللي تحته كسرتين، معناتها نجم نقول ثاني يعلمون بدا انا ونعرف. مش نعرف انا هو الفعل اللي بدلو. سماع كله سماع يعني العرب. كما تسمعي الحديث والقران الكريم في الروايه كيف نفس الكلمات عن العرب بالاستقراء، يعني بكثره السماع للعربيه والدراسه والرجوع اليها تصيري تعرفي كل شيء. يعني احيانا مثلا فما كلمات كثيره تستعمليها تجديها باللهجتين عند العرب. مثلا انا ساعات نقول كساله وبعض البنات تقولي لا كساله، ولا فيها لغتين عن العرب كساله وكساله. حسب فيها يحسب ويحسب، فيها لهجات عن العرب، لكن الان هذا المعتمد في الفصحى، في الفصحى الموحده. الان هذا بالنسبه لي قلنا الثلاثي. لما اقول فتح، هذه قلنا فتحتان، فتح يفتح، فعل يفعل. واضح كيف نزنها؟ بزيادة الحرف الذي زدته في المضارع أزيده في وزن الفعل، يعني كأني عندي ميزان نزيد حرف نزيد معه وزن، نزيد وزن كأنني أضع فاكهة وحديد الذي أزن به. طبعا ميزان مش الكتروني، ميزان القديم النحاسي بكفتين. فإن وضعت وزن، إن وضعت مثلا فاكهة وضعت وزن، واضح؟ وهنا أضع كلمة أضع الوزن، زدت حرف في الكلمة زدت حرف في الوزن، واضح الكلام؟ فقلنا مثلا كرم يكرم، هي على ضمتان، كرم ضم أقول فعل، يفعل يفعل. هذا الثلاثي، الثلاثي سهل، الثلاثي لدينا سهل لأنه واضح، مجرد ما شديت البيت هذا وحفظته يصير واضح أمامي. ممكن يشكل علي بعض الإشكالات ما أعرفها، هل بفتحة بالكسرة بالضمة، أرجع للمعجم، أرجع للمعجم. المعاجم اللغة العربية مهمة جدا في الاستعمالات وفي معاني الكلمات. أحيانا تمر علينا بعض الكلمات حتى لو كان إنسان دارس وواصل للدكتوراه تمر عليه كلمات ما يعرفها. يرجع للمعجم يجد ضبطها بالشكل ووزنها ومعناها. المعاجم أهم شيء في اللغة العربية، وأي كلمة ما تفهمين معناها ارجعي إلى المعجم تجديها مشروحة، ويأتونك بالشاهد من القرآن الكريم ومن الحديث ومن الشعر، ويقول لك قبيلة فلان تستعمل هكذا وقبيلة فلان تستعمل هكذا. وهذا للإنسان المتفرغ اللي يحب يدور في ميادين اللغة مع الكلمات من أحلى ما يكون. الآن الفعل الرباعي الثلاثي واضح أمامنا بكل سهولة، فعل وضبط الشكل كما نريد. الآن الرباعي المجرد فعلل، هذا أول وزن للرباعي، قشعر ضمأن فعلل، واضح؟ معناها أنا ما زدت هنا زدت لام في فعل، فعل فعلل، فعل فعلل، زدت في لام الفعل، زدت لام أخرى للفعل لأنه رباعي، ما أتيت بشيء جديد فقط زدت اللام. قلت قشعر فعلل طمأن. أيضا إذا وجد في الكلمة حرف مضاعف
وقلنا نحن الزيادة تكون أيضا للتضعيف، ذكرناها قبل قليل. نضاعف الحرف الذي يقابله في الميزان، وزن فعل تضاعف الفعل أو شدد وشدد الوزن، وشدد الوزن. يعني لما قلت أنا قشعر في الصفحة السابقة قلت فعلل بدون تشديد، قشعر فعلل. لما شددت قلت قشعر، أي فعلل، شددت الراء، شددت ما يقابله بالميزان اللام، يعني أضع الوزن و أزن ما يقابله. مثلا لما أقول شعر اقشعر، اف عللا، هذا مشدد شدد هذا معه، واضح الكلام؟ لما كانت لغاية تشديد ما شددت، شددت الفعل شددت الوزن، هذا الوزن شدد معه، فإن شدد في الفعل شدد في الوزن. لا أضيف والله حرف آخر أقول فعل لل، يعني أضيف بدل التجديد أعمل حرف ثالث، لا أشدده كما شددت هنا أشدده هنا. أيضا الرابع، إذا اشتملت الكلمة على حرف واحد زائد أو أكثر فإن هذه الحروف الزائدة توضع في الأوزان المقابلة. ولاحظ أضرب هي من ضرب فعل، وأقول أضرب وأكرم وأقبل وزنها أفعل، كما زدت الهمزة في الأفعال زدتها في الوزن، معناها الوزن الآن لدي أنا فعل، فعل ضرب أضرب أفعل، زدت الهمزة هنا، زدت الهمزة فيما يقابلها في الميزان. أيضا قاتل باعد شارك وزنها فاعل، هذه يقال لها صيغة المشاركة، فاعل قتل فعل قاتل فاعل. لما زدت الألف في قاتل زدت الألف في فاعل، واضح الكلام؟ اللي بعده تقاتل تضارب تباعد، زدت فيها التاء، ولاحظ كل الصيغ في صيغة الماضي، واضح الكلام؟ كله في الماضي. تقاتل زدت فيها، هي من قاتل فعل، زدت فيها التاء والألف للفعل زدته في وزنها أي تفاعل، تضارب تفاعل، تباعد تفاعل. الآن انتصر انتصر، افتقر ابتأس وزنها افتعل، زدت فيها أصلها المجرد نصر، زدت فيها الألف والتاء، زدتها أيضا في الوزن، أقول انتصر افتعل، انتصر افتعل، انطلق وانبعث وانهمر وزنها انفعل، لأنه منطلق وبعث وهمر، نعم أصلها المجرد. فنقول زدت فيها الألف والنون، وزدت الألف والنون أيضا في الوزن، انفعل انفعل، واضح الكلام؟ أيضا استبسل استنفر استبعد وزنها استفعل استفعل، هذه كلها أوزان. وفيها تطبيقات، والتطبيقات أجوبتها موجودة، أعملوها وحدكم وشوفوا الجواب صحيح أم خاطئ، كل واحدة تجرب نفسها في الدار، يعني لأنه ضيع الوقت في تمرينات محلولة، واضح الكلام؟ موجود الحل على الأوراق. الآن القسم الثاني من الصرف أو الأشياء المهمة في الصرف، وأنا دائما كنت أتكلم عنها لكن ما كانت تأتي كلها مع بعضها البعض. الفعل الصحيح هو المعتل، صحيح
ومعتل. تكلمنا كثيرا عن حروف العلة في العام، وأحيانا نقول يحذف بحذف حرف العلة. الآن سنتكلم عنه كبنية في الكلمة. نقول الصحيح ما كانت أحرفه الأصلية صحيحة غير معتلة، مثل ضرب. طبعا حرف العلة هي الواو والألف والياء، واو ألف ياء، هذه هي حروف العلة. وبدأنا طبعا بالفعل الصحيح، قلنا خالي ما في ولا أي حرف من حروف العلة الثلاثة. فلما قلت ضرب لا فيها ألف ولا فيها واو ولا فيها ياء، هذا صحيح. والفعل الصحيح له أقسام أيضا. أول نوع السالم، هذه موجودة في سادس وسابع ابتدائي أو نقول أساس. السالم وهو ما كانت، طبعا هذه الأشياء ما نذكرها في الإعراب، لاحظتوا نذكرها فقط في الصرف كمعرفة. أنا أحيانا أقول لا خليها هذه في مخك افهميها فهم، معنى هذه بالصرف ما في داعي أن أكتبها في الإعراب. يعني لما أقول أنا فاعل لاسم الفاعل، أقول لك هذه الكلمة هي مبتدأ لكن بنفس الوقت هي اسم فاعل، اسم الفاعل هذه موجودة في الصرف، واضح الكلام؟ فالنحو مفصول وحده عن الصرف. نقول هنا السالم وهو ما كانت جميع حروفه خالية من الهمز والتضعيف وأحرف العلة بنفس الوقت، لا فيه همزة ولا فيه تشدة ولا فيه علة، نحو علم وكتب وضرب ولعب، هذه كلها صحيحة لا فيها همزة لا فيها حرف مضاعف أو مشدد ولا فيها حرف علة. هذا أول نوع من الصحيح. النوع الثاني المهموز، المهموز يعني فيه حرف همزة، ما كان أحد حروفه الأصلية همزة. أكل، سأل، طبعا ممكن تكون في الأول في الوسط في الآخر، والهمزة همزة إما همزة القطع أو همزة متوسطة أو همزة متطرفة، لا نقصد بها همزة القطع همزة الوسط، لا نقصد بها همزة الوسط نهائيا. فنقول هنا أكل، وأنا في فعل المضارع من حروف المضارعة هي الهمزة، لكن هنا هذه الهمزة من أصل الكلمة ليست هنا للمضارعة، إنما من أصل الكلمة. فلا أستطيع أن أقول كلا بدون الهمزة، بدل ما أقول أكل أقول كلا، لأنها من أصل الكلمة. نعم هنا مجرد، ما مجرد هذه الهمزة من أصله، فهو صحيح من أنواع الأفعال الصحيحة المهموز. إذا كان خالي من الهمزة ومن العلة ومن التشديد أقول صحيح سالم، وهذا صحيح مهموز. وممكن قلنا يكون همزة متوسطة وهمزة متطرفة. والمضاعف هنا النوع الثالث، ما كان أحد أحرفه الأصلية مكررا من غير زيادة، ومنه المضاعف الثلاثي مثل شدة وفر والمضاعف الرباعي. يعني هذه اقشعر، هذه زيادة، أنا أصل كلام قشعر، هذه زيادة تعتبر، بينما هنا شدة وفر هذه من أصل كلمة، التجديد هنا من أصل كلمة لأنها ثلاثية. أنا أقل الكلمات عند العرب بقلة حتى تجديها إلا إذا كانت حروف كأفعال وأسماء، أقل شيء ثلاثة أحرف. فنقول شدة صحيح مضاعف، فر صحيح مضاعف، وقال رباعي المضاعف أيضا. وهنا تضعيف تكرار القسم الأول نكرره مرة ثانية، كأقول زل زال زل، هذا القسم الأول وضعفته بتضعيف بإعادة الجزء الأول مرة ثانية، زل زال، واضح التضعيف كيف هنا؟ هنا التضعيف بتكرار وس وس، القسم الأول نفس القسم الثاني من الكلمة. هذا بالنسبة للأفعال الصحيحة يا إحسان.
الأفعال الصحيحة، قلنا سالم ومهموز ومضاع. الآن المعتل. كرر حتى الشد عن قصد. كرر رباعي مشدد. كرر مشدد، نعم رباعي مشدد. مضاعف رباعي، نعم. وتوزيها فعالة. الآن الفعل المعتل أو القسم الثاني إذا من الأفعال. الفعل المعتل ما كان بعض أحرفه الأصلية حرف علة. حرف علة، وقلنا هي الألف والواو والياء. وقد تكون حرف العلة فاؤه فاء الفعل، يعني أول حرف. وأيضا مثل قال، وقف، وقف، وعد، وشى. هذه نوعين، هذه نوع ثاني فيها حرفي علة. فنقول وقف ووعد هذا معتل الأول، فنقول عنه نوع، عن نوعه مثال. مثال ليس هذا يعني ضرب فيه به مثال، إنما هو نوعه اسمه مثال. نقول معتل فعل معتل نوعه مثال، أي أن أول حرف فيه معتل، أول حرف في الكلمة حرف علة. وضرب مثال فقال هنا وقف. وقد تكون عينه حرف علة، الحرف الثاني من فعل تكون حرف علة. يعني أنا لما أزن وقف أقول وقف فعل، وقف فعل، فأجد حرف العلة هنا على التوالي. أقول وقف فعل، فأجد أن فاء الفعل حرف علة. واضح الكلام؟ فاء الفعل حرف علة، فاء الفعل حرف علة. أيضا إن كانت عين الفعل، طبعا هذا سميناه مثالا، هذا النوع سميناه مثالا. النوع الثاني وسطه، أي عين الفعل ستكون حرف علة الآن. وقال نال، نال فعل. لاحظوا نال، عين الفعل حرف علة، عين الفعل حرف علة. ونسميه هذا أجوف لأنه في جوفه، أجوف في وسطه، حتى ما ننسى لماذا ما اسمه أجوف. معناها مثال أجوف. وسيأتينا الثالث بعد قليل وهو الناقص. نقول وقد تكون لامه حرف علة نحو دنا وخشية أو خشى. خشى خشية، ما في خشى، خشية هذه ضعوا لها نقطة. فنقول دنا نجد أن هنا لام الفعل حرف علة، وهذا نسميه ناقصا، آخر حرف نسميه ناقص، الأجوف يكون في وسطه. الآن لدينا النوع الرابع وهو اللفيف المفروق. لفيف، نعم. في المثال والأجوف والناقص في الابتدائي قال أستاذ بش يعني بعض على كل مثال، يعني مثال في الرأس هو أول حرف، وأجوف يعني يجي في الوسط هذا الجو، وناقص لأنه في آخر حرف كانها مقدمة يعني جابوها كيكا. أجوف ناقص، هذا اجتهاد شخصي منه يعني حتى يعلق في الأذهان. أنا نقول أجوف يعني في وسط في جوفي. كلها اجتهادات، المفروض أن أنظر إلى الكلمة وأعرف مكانها بنظري لا في إعانة للذي الصغار حتى يعلق في الأذهان. كلهم جم، كلهم جم، إيه؟ لا نعم تفيد هي لمحالة التجميرات اللي عملوها الأساتذة، فما اللي يعمل موسيقى ورقص وغناء ويحفظهم فيها على شكل كل واحد أسلوبه في الحياة، نعم وتدريس. نعم الآن لفيف، أخذتين لفيف المفروق والمقروء؟
باي. قلت لحالي حتى نعرف إشارات وكيف فعل. نعم. الآن اللفيف المفروق. قال فاؤه ولامه حرف علة. وهو مثاله قال وفا. وكما قلت قبل قليل وعى. وفا فعل. أقول وفا. لاحظي الفاء واللام حرف علة. هذا حرف علة وهذا حرف علة. نقول لفيف مفروق لأن هذا الحرف ليس معتل. فرق ما بين هذا وهذا. فنقول لفيف مفروق. وأيضا لدينا اللفيف المقرون. مقرون معناه الحرفين علة سيكون معا كقوله هوى هوى. لاحظنا كيف حرفين العلة أتيا هنا متتاليين وهذا بعيد عنه ليس معتلا. فهذا لفيف مفروق وهذا لفيف مقرون. المفروق حرفي علة أوله وآخره حرف علة والمقرون الأخير وقبل الأخير حرف علة. اليوم الطاولة قريبة جدا مكان دي. الاقتران يكون كالفعال الفاعل لا المفعول. نعم الاقتران يكون بالنسبة لفيف المقرون. الاقتران يكون فعال الفاعل الفيلان الفعل. هذا الراجح. أنا ما أعلم غير الكلمة ممكن يأتي الحرف الأول والثاني. ما عندي فكرة. على الأخير على الأرجح على العين واللام. إذا الآن علمنا أن الوزن سيكون على وزن فعل و الفعل سيكون إما مجرد أو مزيد ثلاثي أو رباعي. طبعا لدينا أكثر من هذا لكن ليس مجال الكلام عنه. وأيضا قلنا ينقسم الفعل إلى صحيح ومعتل وبينا أنواع الصحيح وأنواع المعتل. وهذه كلها كنت أنا ملاحظة أعطيها في دروس النحو لكن بدون ما أقول أنها من الصرف. الآن الكشف في المعاجم لهذا الإحسان في الدرس. هل هتكشف المعاجم؟ الكشف في المعجم. وهناك قسم من المعاجم طبعاً الراجح حتى في أواخر الكلمات سواء بأوائل الكلمات كما لسان العرب. لسان العرب أصله نأخذ به بأواخر الكلمات لكن كله صار حاليا في أوائل الكلمة. قسم من المعاجم يتبع أوائل الكلمة. أنا وضعت هذا الدرس يعني عن قصد وأنه درس يعني بسيط جدا لكن حتى نتعلم كيف نستخرج هذه الكلمات من المعاجم ونفهم معناها يجب أن نتعلم كيف كلما يعني أشكل علينا كلمة كيف نرجع إلى المعجم ونستخرجها ونفهم ما هو معناها وكيف وردت عند العرب. أوائل. لا ما تقولي هذه مهموس إلا لما يكون صحيحا. مجرد ما وجد حرف العلة تتكلمي عن المعتل. معتل شنو؟ معتل ناقص. أوى لفيف مقرون. لفيف مقرون كروى. نعم هو هو نعم هذه الكرت يعني يجيب المهموز المهموز الفي والعين. لا هي تريد ان تعرف هل تقول عنه مهموز معتل. لا مجرد ما وجدت حرف العله مع صحيح خرج من كلمه مهموز. مع تتكلمي هذه مهموز تذكرينها لما يكون الفعل صحيح. لما يكون صحيح خالي من حروف العله. قلنا المعاجم منها ما يتبع أوائل الكلمات فترد فيها الكلمات التي تبدأ بحرف الباء مثلا قبل الكلمات التي تبدأ بحرف التاء يعني على الترتيب الهجائي من الألف حتى الياء بالتسلسل يعني كيف لما أو ما أصلا أخذوا الفكرة من عند أصحاب القواميس الأجنبية.
طبعا في العربية لا نقول عن المعجم قاموس، قاموس هذه عن اللغات الأخرى نقول قاموس، أما في العربية نقول معجم، معجم حتى نستخرج معاني الكلمات العربية. ونقول أنها تبدأ بالترتيب الهجائي من الأول حرف حتى آخر حرف، فهو يعني أوضح قال تبدأ بحرف التاء وبعدها يأتي الثاء، يعني سلسلة يبين لك أنه بالتسلسل الهجائي من الألف حتى الياء. ونرجع طبعا لما نريد أن نستخرج كلمة من الكلمات نرجعها إلى ماضيها المجرد الثلاثي، أي كلمة مهما كانت لازم يجيب أصلها المجرد، أصلها المجرد. قال مثلا كلمة استغفر ماضيها استغفر وماضيها المجرد غفر، ماضي استغفر وماضي مجرد يعني الحروف الأصلية منها بدون زيادات هي غفر، يعني أفتح باب أو فصل باب العين باب الغين فصل الفاء غين فاء التسلسل الهجائي وهكذا مع مراعاة الأول في الثاني في الثالث. وأيضا قال فهي تستخرج في المعجم بحسب ترتيب أحرفها الغين ثم الفاء ثم الراء. كلمة قراءة تستخرج في الأحرف الثلاثة قرأ قرأ، وكلمة مقعد من قعادة، نرجع على الأصل مجرد قعادة قاف عين دال، أبحث أول شيء على حرف القاف مباشرة بعد القاف ستجدي قاف باء قاف تاء قاف ثاء قاف هكذا حتى تصلين إلى قاف عين، قاف عين معناها التسلسل، ليس تسلسل الحرف الأول فقط، إن أنا فتحت باب فصل حرف القاف أو باب القاف حرف القاف يجب أن أراعي أيضا تسلسل الحرف الثاني، ممكن أنا أفتح هكذا يخرج دي قاف باء، إيه ما في أنا عندي قاف باء بقعدة، قاعدة عندي قاف عين، معناها بمشي بالتسلسل بالتسلسل حتى يخرج معي قاف عين، أفتح على معناها وأرى ما كتبه العلماء في هذه الكلمة. ويعني لا تظنوا مادة أو حاجة يعني فقط للتسلية، والله من أحسن العلوم من أروع العلوم، والله تستفيدي فيها على حتى في الفقه أحيانا تجدي فيها أحكام، حتى في تفاسير القرآن تجدي، حتى في تفاسير حديث رسول الله تجديها في المعاجم تجدي، حتى لغات العرب فقه اللغة وما أدرك أن تقول تجديها في المعاجم، قلت قبيلة فلان تتكلم هكذا وتقول هكذا ومعناه كذا، وقبيلة فلانية تستعملها على غير السماء، ظهور ذكي آراء، حتى أحيانا أقول لك ابن عباس قال ابن عمر قال، يعني بحر علوم من أروع العلوم التي هي المعاجم، والله والذين كتبوا بها أو يعني نسقوها وجمعوها عباقرة عباقرة. نعم نقول أما الكلمات قال اكتتب، لاحظوا اكتتب يكتب كتابة مكتوب ومكتب ومكتبة واكتتاب وكاتب، قال جميع هذه الكلمات تستخرج في المعجم بمادة كتب، أي كلمة نسمي نأخذ أصلها المجرد كتاب ماضيها المجرد، فمهما مكتوب وكاتب طبعا هذا مثال، ممكن تكون أي كلمة أخرى مهما كانت يعني صعبة نأخذ أصل المجرد، ندخل نجد الكلمة بكل اتجاهاتها موجودة بكل اشتقاقاتها موجودة، فنقول كلها موجودة في كتب مادة كتب في الكاف ثم التاء ثم الباء، وجدت كاف تاء ما وجدت مثلا إن كانت غير كتب، إن كانت كتمة إن كانت كتمة، وجدت كاف تاء باء يلزمني الآن وجدت كاف تاء يلزمني شوف الحرف الميم، نمشي باء تاء ثاء جيم حاء خاء، كل كلمة تطلع عليها بحر من العلوم، طبعا أسهلها
وفي متناول اليد مختار الصحاح لا الرازي. مجلد ما تجديها تقريبا ما يكتب كثيرا الرازي لأنه مجلد واحد، مجلد واحد لكنه أفضل من لا شيء، أفضل من لا شيء، ومع ذلك مفيد ومجلد ليس يعني قليل. فمعناها أتيت بالحرف الأول ثم بحثت عن الحرف الثاني سلسلته بالتسلسل الهجائي، وجدت الثاني يجب أن أجد الثالث أيضا بالتسلسل الهجائي حتى أجد ما أطلبه. قال أما الكلمات حتى نعرف كل كلمة كيف تستخرج، الكلمات التي تقع الألف اللينة في وسطها في أو في وسط فعلها الثلاثي المجرد مثل باع، أو تقع في آخره مثل رمى، أو في آخر الاسم مثل فتى. قال هذه الألف تكون منقلبة إما عن واو أو ياء. هذه كيف تعرفون منقلبة عن واو أو ياء؟ رجعوها للمضارع أو للمصدر. مثلا قال كلمة قام لا نستطيع أن نستخرج أولها قاف ألف ميم، لا تستخرج، لا تجديها بالألف أصلا لأن الألف إما أصلها منقلبة عن واو أو عن ياء. قام قال منقلبة عن واو، ونعرف ذلك بإرجاع الفعل إلى مضارعه قام يقوم. إذا أصل الألف واو، قام يقوم أصل الألف واو. إذا أبحث عنها في مادة قا وما، نبحث الغدوة وبعد غدوة في قام لا أجدها. أبحث عن يقوم، إذا أصل الألف واو، فقوم هي التي سأجد فيها معنى قام. إذا قال هنا الألف منقلبة عن واو. ومثلا إن باع يبيع تجديها في بايع، تبحثين عنها حتى غدا في باع ما تجديها، ما تجدي باب باب باء ألف، باء ألف ما تجديها. نعم، فلا بد من أن أعرف أصل الألف. قوم. وأما كلمة باع قال مضارعها يبيع في بيع، ودنا يدنو من دنوى، ورمى يرمي من رميا، وهكذا. إذا شوف إن أرجعت على الفعل المضارع وما تبين معي أصل الألف كان أقول نام ينام، ما ظهرت معي الألف. أرجعها للمصدر نوم، أرجعها للمصدر فأجدها نوما، صح؟ معناها إذا ما وجدت أصل الألف في المضارع أجدها إن شاء الله في المصدر. أما إذا لم يظهر هو ذكرها، أما إذا لم يظهر أصل الألف في المضارع فنأتي بمصدر الكلمة فنام مضارعها ينام ومصدرها نوم فنستخرجها في نوما أيضا. وأما كلمة فتى قال نستخرجها في فتى فتايا، لماذا؟ أنا فتى اسم ما تستطيعين أن تأتي منها بفعل مضارع، وما تستطيعين أن تأتي منها بمصدر، صح؟ لا، هنا نثنيها نقول فتى فتياني، معناها من فتايا، نأخذ المثنى حتى أعرف أصل الألف، فتياني من فتايا. وكلمة عصا تستخرج قال من عصوا لأن مثناها عصواني، وهذه يعني فيها كلام طويل. نكتفي بهذا القدر. بعض المعاجم قلنا يتبع ترتيب أوائل الكلمات منها المصباح المنير والمنجد. وكلمة مثلا وجد قال تستخرج في حرف الواو ثم الجيم ثم الدال، وضرب تستخرج في الضاد ثم الراء ثم الباء. وهناك بعض المعاجم تأخذ بأواخر الكلمات، يعني بدل ما وجد أو ضرب أبحث عنها في باب الضاد أبدأ بحرف الباء، باء لا
لكن ارجع لحرف الضاد، لا ارجع للراء. ضرب مثلا باء ثم ضاد، هكذا اواخر الكلمات، لا اخذها بالتسلسل. هلا انا قلت باوائل الكلمات اقول ضاد فالراء فالباء، ضاد فالراء فالباء، بينما اواخر الكلمات باء ضاد راء. أصعب أواخر الكلمات أصعب، لكن من يعتاد عليها يصبح كل شيء سهل. الآن سنتكلم، لابد أن يكون أتى بمثال. قال قاموس المحيط، قاموس اسم الكتاب هنا القاموس المحيط، ولكن المعاجم اللغة العربية لا نقول عنها قواميس، نقول معاجم. أما هذا اسمه القاموس المحيط للفيروز أبادي. فنستخرج الكلمة، هذا يأخذ بأواخر الكلمات، نستخرج الكلمة بعد إرجاعها إلى أصلها في باب حرفها الأخير ثم في فصل الحرف الأول من الكلمة. فكلمة وجد، وجد ركزوا فيها، قاموس المحيط في باب الدال، وجد آخر حرف باب الدال فصل الواو، يعني أول حرف، حرف الأخير ثم الحرف الأول. ضرب نبحث عنها في باب الباء فصل الضاد. واضح إحسان؟ باء. بالنسبة لي القواميس التي تأخذ بأوائل الكلمات هي على التوالي، يعني أقول ضرب، لما أفتح أقول الحرف الأول الثاني، هذا في لتأخذ بأوائل الكلمات ضاد راء باء، هذا في أوائل الكلمات. أما اللي في أواخر الكلمات أبدأ من هنا، ما كتب هذا إشكال. طب شو الخير من فيها؟ الموضوع خير من الأقلام. باء ضاد باب الباء فصل الضاد، تجديها ما هيش بتضيع. فمعناها المبدا واحد اثنان ثلاثة، هذا على أوائل الكلمات، واحد اثنان هذا على مبدا أواخر الكلمات. إلى تقريبا ما زال صفحتين عنكم اللي انطبعوا. التطبيقات الدرس القادم إن شاء الله نطبعوا الجامد والمشتق ونبدأ به. الآن بالنسبة للتمرينات، تمرينات عندنا وقت معنا وقت درجين ما نشوف شو مفلتكم فيهم. قال القيامة، حتى هذه يعني نغتنم فيها الفرصة حتى نعرف الأصل مجرد للكلمة وكيف ندخل إلى المعجم. قال بالتطبيقات، ما هي المعجمات؟ كيف تستخرج القيامة والمهانة والمعاد والإمتاع؟ هذه كلها في قاموس المحيط. قاموس المحيط يأخذ أواخر الكلمة. وكيف تستخرج الكلمات التالية في المنجد؟ المنجد أوائل الكلمات. طبعا هي الموجود أكثر العباد حاليا يأخذونها في لسان العرب. لسان العرب هو في الأصل كان يأخذ بأواخر الكلمات، لكن حدث الآن وصار يعني نظموا تنظيم جديد يأخذ بأوائل الكلمات، أسهل، موجود بأوائل الكلمات. نعم. موجود الحل، موجود الحل على التوالي. قال القيامة، ما ماضيها المجرد الثلاثي؟ غير ما نعم، أصلها المجرد قام.
ما لن تجديها في قام. أنا الآن سأخذ أصلها المجرد. أصلها المجرد قيامة قامة. لكن أنا هنا لابد لي أن أعلم أو أعرف أصل الألف، هل هو منقلب عن واو أم عن ياء حتى أجدها في المعجم؟ هو في القاموس الوحيد مش هذه المشكلة، نحن نمشي بأواخر الكلمة يعني نمشي باب المية فصل القاف نلقى. لا يهم يهم، لا تجديها مكتوبة في القاموس المحيط قام استجديها قوي. اي نقع طبعا ما يمشي في الميم فصل القاف ولا ليه على كل حال طلب ما حتى اشكال ما لا بد ان اعرف ما هو اصل الالف، والالف المنقلبة عن واو لان مضارعه يقوم معناها تستخرج الكلمة في المعجم في مادة قوامة تجديها في مادة قوام، نبحث عنها في القاموس المحيط في باب الميم فصل القاف يعني بدون ما تعرفي حالك تعرفي أصل تنجمي نعم، لكن الأفضل أن أعلم ما هو أصل ونكتب الخطوة. المهانة أهانا هانا هانا الأمر أصل مجرد نعم هانا يهون إذن هاونا هاونا أحسن مضارع يهون تستخرج مادة هاونا نبحث عنها في قاموس المحيط فصل باب النو فصل الهاء نعم. المعاد من عادة وأصل الألف عود أحسنتي يعود عودا معناها انا قلت لك احلى من فتح المعاجم ما في كي توصلي لمعنى الكلمه وتوصي في معاني الكلمات تصير اجمل المشكله يعني نحن السنة السهميه بالانترنت كل ما تكتبي عليها تهبط لك كل شيء عليك لابد على الانترنت وتهبط لك كل شيء لكن عندك جهد تقعدي على الانترنت وتقريها انا واحده من الناس ما عنديش استعداد نقعد على الانترنت ونقراها اول شيء 40 دقيقه على الانترنت 40 دقيقة أكثر من 40 دقيقة تعمل لك نقص في نظرك بينما الكتاب تنظري فيه ساعات وما يساوي لك الأمراض الحمد لله. ثاني شيء الكتاب جالسة متربعة متكئة تستطيع أما الانترنت يلزمك وجها لوجه أضيفي لو كان يعني الحاسوب أو الكمبيوتر أو الأورديناتور كما تقولون ليس محمولا إن كان على الطاولة معناها أنت ممكن بساعة من زمان تتفخ أقدامك وصير وجعك ركبك وما أدراك فمعناها الكتاب خير جليس في الزمان كتاب في الأنام في الأنام الأنام الزمان نفس الشيء كتاب هي تصح على الوجهين لكن هي الأصل الأنام فمعناها إن إنسان أمسك كتاب وقرأ فيه أمتع من إنه يحط إنترنت أضيفي مصروف الكهرباء والإنترنت وإن الله لا يحب المسرفين وبعدين تنقطع الكهرباء لا فما كتاب لا فما إنترنت لا فما شيء بينما الكتاب حتى على شمعة شمعة حتى على ضوء الشمس ضوء نهار ضوء ربي سبحانه وتعالى موجود والله ترينا ما لا يراه حتى من يضع نظارات مثلي في الضوء يرى من غير أن يضع النظارات. المهم نرجع إلى كلامنا قلنا معاد عاودة معناها في قاموس المحيط بأواخر الكلمات باب الدار فصل العين نعم. الإمتاع يا زينب الإمتاع ماضيها أمتع وأصلها المجرد متاع باب العين فصل الميم فصل الميم أحسنت. الآن التمرين الذي بعده يأخذ بأوائل الكلمات قال منجد الاستغفار والمقام أو المقام والدعاء والمرمى والمنام استغفر غفر إذن مادة غفر نبحث عنها في المنجد في حرف الغين نقول مع مراعاة الثاني فالثالث مع مراعاة الثاني فالثالث نعم مقام
ماضيها المجرد الثلاثي قام أصل الألف قوم يقوم قوم. إذا في مادة قوم في باب القاف مع مراعاة الثاني فالثالث. دعاء دعا يدعو دعوة. نعم. أيضا مرمى. طبعا هناك كلمات أصعب من هذه وخاصة في بعض الأحاديث تجد كلمات والله غريبة جدا، لما ترجع إلى المعجم تجد حتى الحديث مذكور، حتى الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة في الحديث الفلاني ويعطيك معنى. أيضا مثلا يعني أنا مرة من المرات حبيت أعلم معنى صن صن، فرشعت لها صن ووجدتها وجدت فيها حديث والله عملي ما قرأته، وجدته وقتها في المعجم، قال عم الرجل صن أبيه، فموجودة في المعاجم ويذكر لك ما معنى صن بالمثيل يعني المثيل. المنام من نام ينام مرمى رمى يرمي رمي منام ومصدره هنا ما ظهرت بالمضارع نأخذ منها المصدر نوم فنقول نجد في مادة نوم، وهناك كلمات على شكلتها أيضا فمعناها في المعاجم. إما نأخذ الأصل المجرد أو هو الأصل، نأخذ الأصل المجرد، وإن كانت هي ألفا يجب أن نعرف أصل الألف. بأصل الألف إما نأتي بالمضارع أو بالمصدر أو بالمثنى أو بالمثنى حتى نعرف أصل الألف ونستخرج الكلمة. الدرس القادم إن شاء الله سيكون عن المشتق والجامد، درس عن المشتق والجامد، واتسع الوقت سنتكلم عن المصادر واسم الفاعل واسم المفعول وما إلى ذلك من اشتقاقات. نعم. آمن يؤمن يؤمن نفس الشيء، وهي هنا من آمنة أصلا مجرد آمنة، وآمن هذه صيغة مبالغة فاعل يؤمن فاعل مع صيغة مبالغة. أبدأ بالمراجعة لا تضيعوا الوقت.